السلام عليكم طلاب وطالبات العلوم الطبية المخبرية في جامعة الإسراء. اليوم إن شاء الله رح نبدأ في شرح محاضرات الشق النظري من المادة العملية للأحياء العامة General Biology Lab. سيتم تدريسكم من كتاب General Biology Lab Manual. المعامل اللي راح يتم تدريسكم إياها خلال الفصل إن شاء الله، حنبدأ في المعمل الأول اللي هو عن اللاب سيفتي أو إرشادات الأمان في داخل المعمل. تاني معمل حيكون عن the scientific method أو الطريقة العلمية حتى نعمل بحث علمي، هذا مهم جدا لكم في سنة أولى حتى تبدوا تعملوا أبحاث في جميع المساقات. ضروري تفكروا في الشيء بطريقة علمية وتكتبوه بأسلوب علمي، فمنعلمكم في هذا المعمل كيف نكتب تجربة معينة بأسلوب علمي وبالscientific method. المعمل الثالث إن شاء الله رح يكون عن الميجرمنتس اللي هي بعض التقنيات اللي بنستخدمها في القياس في داخل المعمل، وحدات القياس. المعمل الرابع إن شاء الله حيكون عن الكشف عن الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. المعمل الخامس عن الإنزيم أكتيفيتي، راح نشوف الإنزيم أكتيفيتي بتغيير درجة الحرارة، راح نشوفه في تغيير البي اتش، وحنشوفه تحت عدة ظروف كيف بيتغير نشاط الإنزيم بناء على تغير البيئة المحيطة فيه. المعمل السادس راح يكون عن الميكروسكوبي أو عن المجهر، تركيبه وكيف نشوف شرايح عن طريق المجهر. المعمل السابع راح يكون إن شاء الله عن الخلية، وحناخذ مثال عليها خلايا البصل كخلية نباتية، وحناخذ خلايا حيوانية من داخل فم الإنسان ونصبغها إن شاء الله ونشوفها تحت المجهر. المعمل الثامن راح يكون عن وظيفة غشاء الخلية، حندرس فيه الخاصية الأسموزية. المعمل التاسع عن البناء الضوئي أو الفوتوسينثيسيس. المعمل العاشر عن السيل ديفيجن، انقسام الخلية، ورح نشوف في مراحل انقسام الخلية. المعمل الحادي عشر حيكون عن الدي ان اي اكستراكشن اللي هو رح نستخلص الدي ان اي. كيف بيتم تقييم الطالب اذا كنا في فصل عادي وليس بطريقة الفصل الالكتروني كما الفصل الحالي؟ حيكون عندنا حضور ومشاركة 10 درجات. الاساينمنت او الريبورتس اللي بنعملها او التقارير اللي بنعملها عن التجارب عليها 10 درجات، الامتحانات القصيرة 10 درجات، امتحان نصفي 30 درجة، وامتحان نهائي 40 درجة. ولكن بحسب تقييمكم كفصل الكتروني حيكون 50% على اعمال الفصل وعلى الامتحانات القصيرة، و50% على الامتحان النهائي باذن الله. عندنا بعض الملاحظات المهمة بنسميها note to the students أو ملاحظات مهم إنه يعرفها الطالب. Students should read and study the exercises before coming to the laboratory. قبل تواجدكم في المعمل ضروري إنكم تكونوا عارفين إيش التجربة اللي بدنا نشتغل عليها. And should supply themselves with the necessary materials including the textbook, notes, manual, calculator, pencil. كل واحد فيكم ضروري يكون محضر أقلامه، الآلة الحاسبة، مسطرة، يكون محضر الورقة اللي بده يكتب فيها نتائج التجربة في دفتر صغير، يكون محضر كمان كتاب المعمل، مهم جدا إنه يكون معاكم حتى نتبع خطوات التجربة. بالتالي ضروري تكونوا محضرين المعمل بطريقة نظرية قبل تطبيقه بطريقة عملية. كمان all students are required to wear lab coat، ضروري انه كل واحد فيكم يلبس اللاب كوت، ويفضل انه يكون عليه شعار الجامعة ويكون اللاب كوت لحتى يكونوا كل الطلاب لابسين نفس اللبس في المعمل، وهذا بيعطينا شكل منظم وشكل حضاري لمعملنا. وبيتبعوا كمان الطلاب ضروري قواعد السلامة اللي راح أحكي لكم إياها خلال شرحي لهذه المحاضرة إن شاء الله. اتباعكم للقواعد السليمة لما تلبسوا اللبس اللي بيحميكم من الأشياء اللي ممكن تشكل خطر عليكم، لباس السلامة إذا كانت
التجربة بدها إن نستعمل جيجلز فور إكزامبل، أو النظارات اللي بيستعملوها حتى نقي نفسنا من بعض المواد الكيميائية، أو إنه يكون التجربة بدها جلوفز، نلبس كفات حتى نقي نفسنا من بعض الأشياء اللي ممكن تعملنا عدوى بكتيرية أو عدوى طفيليات. بالتالي لباسنا اللباس اللي بيقينا من مخاطر المعمل مهم جدا. وطبعا كل تجربة حنعملها حسب خطورتها حنلبس اللباس المناسب لإلها، ولكن يمنع منعا باتا بصورة عامة دخول المعمل إلا بلباس اللاب كوت أو البالطو الأبيض اللي هو لباس كتحاليل طبية على مدى ال4 سنوات، وبعد ذلك لما تتأهلوا للعمل إن شاء الله. إذا كل تجربة في بدايتها رح أحكي لكم قواعد السلامة. مثلا أنا اليوم حستعمل صودا كاوية، هذه مادة حارقة، تأخذوا بالكم يا طلاب من استعمالها. أي تجربة بدنا نعملها ويكون في نسبة خطورة عليكم رح نحكي لكم إياها قبل البدء في الشغل العملي إن شاء الله. بالنسبة لللاب 1 اللي هو السيفتي ان بيولوجي لابوراتوري، اتباع إرشادات الأمان والسلامة في داخل مختبر الأحياء، لأن مندرس مساق الأحياء. بالنسبة للهدف من هذا المعمل إنه بعد ما أنا أعطيكم هذه القواعد تكونوا عارفين بشكل شخصي إيش هو البيرسونال بيهيفير، سلوكه الشخصي المناسب في داخل المعمل، تفهموا قواعد السلامة، علامات السلامة أو الإشارات اللي بنشوفها وبنعرف من خلالها خطورة المواد أو كيف نستعمل مواد معينة. لو صار أكسيدنت لا قدر الله في المعمل اللي بنسميه لاب أكسيدنت، مثل حدوث مثلا حرق أو حدوث أي شيء خلال المعمل، نعرف إننا نتصرف معاه بالطريقة السليمة. هذا كله رح ندرسه خلال هذا المعمل إن شاء الله. اتباعنا لقواعد السلامة بيقينا كتير حوادث في المعمل. حاليا أنا للسنة الخامسة على التوالي بدرس هذا المعمل بحمد الله، لأن درسنا قواعد السلامة بالشكل الصحيح لم يمر علينا أي حدث في المعمل، لأنه الطالب من أول معمل بيتعلم كيف أنه يتبع قواعد السلامة بالشكل الصحيح. خلينا نحكي مقدمة أو introduction بالنسبة للمعمل. One of the first things a scientist learn is that working in the laboratory can be an exciting experiment. هي عبارة العمل في المعمل عن تجارب حتكون بتعمل لنا excitation أو بتعمل لنا إثارة، لأنها شغلات إحنا بنحبها وهذا الشغف تبعنا. أنتوا داخلين تحاليل طبية لحتى تشتغلوا أشياء عملية، تفحصوا عينات، فهذا بالنسبة لكل واحد فيكو شغف وشغلة، مجال حاب وحاب إنه يتخصص فيه، لهيك دخلتوا الجامعة بهذا التخصص. ولكن على قدر الشغف اللي إحنا فيه لدراسة هذا المجال، إنه بالنسبة لنا exciting experience أو خبرة مثيرة إلنا وماشية مع شغفنا العلمي. ولكن من الجهة الأخرى كمان المعمل يعتبر مكان dangerous أو مكان خطر إذا لم تتبع قواعد السلامة بشكل سليم. لحتى نحضر نفسنا في المعمل ضروري نقرأ قواعد السلامة بشكل دقيق ونتأكد من فهمها، وإذا ما فهمتوا أي قاعدة من قواعد السلامة ممكن ترجعوا لي وتسألوا معلمكم ليشرح لكم قواعد السلامة بشكل أفضل. بالنسبة للسيفتي impersonal behavior، الأمان من ناحية سلوك شخصي، هالحين أنا إيش مسؤوليتي في المختبر بشكل شخصي؟ أول شغلة إني أكون be prepared، تاني شغلة أكون be neat، بعد هيك أكون be careful. be prepared إني قبل دخول المعمل الأحياء يجب إني أكون مجهز نفسي. إيش يعني مجهز نفسي؟ محضر المعمل، عارف إيش اللي بدي أشتغله اليوم،
لحتى أطبقه بالطريقة السليمة بناء على أني محضر هذا المعمل، قارئ بشكل جيد لكتيب المعمل، بالتالي بنعرف إيش اللي بدنا نشتغله في داخل المعمل، ما بيكون علينا صعب إن نتبع خطوات التجربة. بنتأكد من فهم كل الخطوات والغرض من كل خطوة عملناها، وخلال الشغل العملي راح نفهم بشكل أفضل إن أي نشاط بنشتغله في المعمل وبنأديه في داخل المعمل، بالتالي بتكون أفكارنا منظمة ومرتبة حتى نكتب تقرير المعمل بشكل جيد، لأنه بعد كل معمل في عنا أسئلة راح تجاوبوها، أو في عنا فراغات لنتائج بدكم تعبوها لحتى تكتبوا تقرير المعمل وتسلموه لإلي وأقيمكم بناء عليه. بيتقيم الطالب وبناء على فهمه لخطوات التجربة وكتابته لهذا التقرير بشكل جيد بتم التقييم. تاني نقطة، بعد ما يكون الواحد محضر نفسه ضروري إنه يكون بي نت. إيش يعني بي نت؟ يعني إنه يكون منظم ويكون نظيف. لما نشتغل في معمل الأحياء يجب إنه يكون مكان العمل نظيف ومنظم. بعلمكم طبعاً من أول معمل إنه مجرد دخلتنا على المعمل بنغسل إيدينا بالصابون بشكل جيد، وبنمسك المعقم سواء كان ديتول أو كان كلور مخفف، منحطه على البنش ومنمسحه لحتى أقي نفسي أنا قبل أني أما أشتغل في المعمل، بغض النظر عن أن منكرر هذه الخطوة في كل معمل، ولكن أنا بقي نفسي من أي خطر ممكن أنه يصيبني، فرضا أنه المعمل اللي قبلي كان معمل بكتيريا أو معمل دم أو whatever، أي كان معمل قبلي، أنا بنظف البنشات بعقمها، هذه مسؤوليتي أنا الشخصية كطالب إني أنظف البنش بشكل جيد أعقمه، وبعد هيك بنبدأ المعمل. بعد الانتهاء من المعمل بنكرر نفس العملية، بنعقم كل البنش وبنغسل إيدينا بالصابون وبنطلع من المعمل، بالتالي أنا بقي نفسي من أي عدوى ممكن إني أخذها من معمل الجامعة وممكن إني أنقلها لحدا تاني أو لنفسي، وهذا أهم إشي. إذا انسكب منك أي شيء خلال المعمل بتسأل الشخص اللي موجود في المعمل كيف ممكن إني أنظفه. أنا هعلمكم إن شاء الله خلال شرحي كيف إن ننظف الأشياء اللي بتسكب كمواد كيميائية، كيف ممكن ننظفها، إذا تكسر زجاج كيف ممكن ننظفه. بنغسل إيدينا جيدا قبل خروجنا من المعمل، هيك بنكون منظمين ومرتبين في شغلنا إذا بنكون نت في شغلنا. بي كيرفول، بي كيرفول انك تكون حذر في التعامل في داخل المعمل، لانه من ارشادات السلامه المهمه انه معمل الاحياء انك تكون فيه حذر او تكون كيرفول. ربما يكون عملك مع زجاج او ادوات حاده، انا كمحاضر لهذا المساق بحاول قدر الامكان انه اي شرخ في زجاج او اي كسر بحطه على جنب لحتى نقوم بالتخلص منه وما يؤذي أي طالب منكم، والحمد لله ما صار أي حادث من هذا الشكل خلال المساق العملي لما درس على مدار السنوات السابقة. ولكن أنتوا كمان ممكن، أنا مش شايفة شغلة إنها مكسورة، أي طالب بشوف شغلة مكسورة بحطها على جنب وما بنستعملها لأنها بتكون بالنسبة لنا شغلة حادة وشغلة مؤذية. كذلك الشارب أوبجيكتس، عندنا مثلا ممكن نستعمل مشارط أو سكاكين أو أدوات حادة بنستعملها دائما بجانب بعيد عن زميلنا أو زميلتنا اللي بتكون في جانبنا، لذلك يجب إنه نتعامل مع كل الأشياء هذه بشكل دقيق وبدون إهمال. بعد هيك عندنا رح نشرح خلال هذا المعمل البيولوجي لابوراتوري سيفتي جايد لاينز. العمل في المعمل بوجود معلمك اللي حيعلمك هذا المعمل وبموافقته على العمل، يعني ما بتتصرف في إشي في داخل المعمل إلا بإذن من أستاذك. ما بنشوف مادتين مثلا بنروح الأستاذ طلع 5 دقايق عنده شغلة وبده يرجع بسرعة نروح نخلط المادتين على بعض، لا، هذا البيهيفير بكون غير مسؤول أبدا.
فأي شغلة أنتم بتشتغلوها بناء على طلب اللي بدرسكم المعمل، بحكي لكم ضيفوا المادة هذه على هذه وشوفوا إيش الرياكشن اللي بينتج، فمنتبع القواعد اللي بيحكيها المعلم بدون ما يكون أي تصرف فردي غير مسؤول من أي حدا فيكم، وأنتم على قدر المسؤولية أكيد. washing أو wash your hands before and after each activity in the lab. غسل اليد قبل وبعد أي نشاط بتعمله في المعمل مهم جدا. Don't work with an uncover open cut. إذا كان عندنا أدوات حادة ضروري إنها تكون مغطى خلال العمل. Keep the work area free of any unnecessary items. أي شيء غير مهم إن نحطه على البنش منحطه في المكان المخصص له. بتلاحظوا نظام المعامل عنا إنه في دروج تحت البنش لكل طالب بحط فيها كل أغراضه، شنطته، دفاتره، ما بتمسكه خلال المعمل إلا دفتر صغير إنكم تكتبوا فيه النتائج وقلم فقط. فمنحط كل الأشياء البيرسونال، إذا عندكم جاكيت في الشتاء مثلا بتعلقوه في العلاقات اللي موجودة في المختبر، إذا كان عندكم شنطة أو دفاتر أو شغلات هيك بتحطوها في الدروج اللي بتكون تحت البنش. إذا don't place these items on your work bench. هذا اسمه work bench، هذه الطاولة انحطت لأمامكم الرخام على حتى نشتغل عليها، ما لحتى نحط عليها أشياء كثيرة لأنها حتى تلخمنا وتلخم زمايلنا. فبالتالي منحط فقط في إيدنا قلم أو مسطرة إذا كانت مطلوبة مثلا في التجربة، ودفتر صغير نسجل فيه النتائج. Before beginning work in lab, clean the lab bench top. ضروري إن ننظفها زي ما حكينا، البنش هذا ننظفه ونعقمه قبل ما نبدأ العمل. وأنا بفضل إنه الطالب بمجرد دخوله للمعمل يكون لابس اللاب كوت ولابس أشياء السيفتي، إذا كان في جوجلز، نظارات، إذا كان في جلوبز، إنه يعقم هذا البنش، وبعد هيك بنبدأ في العمل. ونفس الخطوات في النهاية، منعقم البنش، منغسل إيدينا ومنطلع من المعمل، وضروري مثل ما دخلتوا المعمل مثل ما بتخرجوا منه. الكلينر أو الإنسان اللي بنظف بعدنا المعمل إنه ينظف الأشياء، ينظف الأرضية، يكنسها، يمسحها، لكن إحنا المسؤولين عن تنظيف وتعقيم البنشز في المعمل، لأنه إحنا اللي عارفين خطورة كل معمل بنشتغله. إذا أنا بشتغل على معمل بكتيريا أو بشتغل على معمل طفيليات، هذه شغلات معدية سواء لإلي أو للكلينر اللي بنظف. وممكن صح الكلينر بياخد دورات كيف يقي نفسه من مخاطر هذه الأشياء، ولكن هذه مسؤوليتنا إحنا، بنعرف إيش اللي اشتغلنا في المعمل. بالتالي أنا بدي أنظف وأعقم البنش قبل خروجي، وأرتب كل إشي في المعمل مثل ما كان. أي شغلات استعملناها في المعمل بترجع لمكانها الصحيح بدون ما أحطها بشكل عشوائي، لأني زي ما استلمت المعمل بدي أسلمه للجروب اللي بيكون بعدي. لا تتساهلوا في موضوع الضوضاء في المعمل، لأنه فرضا أني أنا حطيت شغلة على طرف البنش، ممكن هذه الشغلة لا إراديا بحركة دراع من زميلي أو زميلتي أنه توقع على الأرض وتنكسر، وهذه الشغلات ما بدنا إياها تصير. بالتالي ضروري المختبر يكون كتير نظيف، أي شغلة بدنا نحطها على البنش تكون في نص البنش حتى ما توقع بشكل من البنش على الأرض ويصير عندنا أكسيدنت. الفود والدرينك، سموكينج جام أند جام، are prohibited in lab. الأكل والشراب والتدخين واللبان ممنوعين في المعمل. بالنسبة لموضوع التأكد من أن نلبس اللبس المناسب للمعمل اللي هو اللاب كوت، هذا اللبس ضروري يكون فضفاض، دائما ما تجيبوا المقاس اللي بالضبط عليكم، لأنه في الشتاء بتحتاجوا تلبسوا بلوزة أو تنتين تحت لبسكم. بالتالي اللاب كوت نختاره يكون فضفاض. استخدام use gloves when needed، لما بنحتاج إلى كفات مفروض أننا نستعملها.
كمان إذا كنا بنشتغل في المعمل يفضل إنه القدم ما تكون مكشوفة، ما نلبس صندل أو شغلات مفتوحة، ويفضل بشكل عام إلكو كتحاليل طبية وناس بتشتغل في المجال الطبي إنه يكون القدم مغطاة، الشوز يكون مسكر حتى ما تنسكب عليكم مادة حارقة فور إكزامبل أو شغلة معدية، بالتالي هذا من قواعد السلامة. القاعدة التاسعة عندنا إنه بالنسبة للشارب أوبجيكتس، بالنسبة للأشياء الحادة اللي هي النايفز السكاكين أو سكالبلز المشارط أو السيزرز أو المقصات، هدول الأشياء شغلات حادة وضروري إن عندما نستعملها تكون بعيدة عن الإنسان اللي حوالينا، وإذا أصيبت أنت أو زميلك ضروري بهذه الأدوات ضروري نخبر الأستاذ أو الفني الموجود في المختبر. نتأكد بالنسبة للجلاسوير أو الأشياء الزجاجية إنها لا هي تعرضت لشيبس أو كراك. شيبس اللي هي إنها مشنشرة، تكسرت وصارت مشنشرة، كراك مشروخة، بروكن اللي هي مكسرة. إذا كانت الجلاسوير أي شغلة زجاجية بستعملها فيها مشنشرة من طرفها أو فيها شق أو مكسورة، على طول بحاول إني أتخلص منها بالشكل السليم. إذا كنت أنا بشتغل في المعمل وكان عندي الجلاس هوت، يعني مثلا دورق أنا أو فلاسك محطوط في هوت ووتر باث أو حمام مائي ساخن، ما بمسكه هو سخن لحتى أنقله أو أنظفه من مكانه أنظفه في مكان تاني، لا، سيبه لعند ما يبرد لوحده وبعد هيك بنقوم بتنظيفه حتى نتقي شر الحروق. بعد هيك إذا ما بنستعجل طبعا في إن ناخد شغلة سخنة زجاجية، إذا اضطريت إني أمسكها بمسكها بطريقة مناسبة، بس الأفضل إنه تسيبوها تبرد لوحدها وبعد هيك بنقوم بتنظيفها. ضروري نتعلم كمان النيم للإكويبمنتس، اسم المعدات اللي بشتغل عليها أو الجلاس وير. لما نحكي لزميلي مثلا هات الفلاسك هات البيكر، نكون عارفين إيش يعني فلاسك إيش يعني بيكر. كل الأسماء هذه رح ناخدها إن شاء الله خلال المعمل، وحتكون بالنسبة لكم كومفورتابل وحتحكوها بشكل عشوائي. ابتداء من الفصل هذا رح تتعلموا أساميها وحتمر عليكم طوال فترة الدراسة وخلال شغلكم في المستشفى أو في المختبر. بالنسبة للكيميكال رولز، الشغلات الكيميائية، التعامل مع الكيماويات ضروري يكون بحذر لأن ما بنعرف عنها الكثير. بالنسبة للكونتينرز أو الأشياء اللي فيها في داخلها كيميكالز، بنكتب الاسم للمادة الكيميائية بشكل واضح، بنقرأ الليبل بشكل جيد مرتين لأنه اسم المواد الكيميائية بيتشابه، بالتالي بنقرأه بشكل جيد. أي مادة كيميائية بنحكي عنها never taste any chemicals، أي لا تتذوق أي مادة كيميائية ولا إنه نعملها سميل ولا إنه نشم مادة كيميائية لأنه خطر على صحتنا. إذا اضطرينا إن مثلا تجربة معينة وبدنا نشوف إيش الريحة الناتجة من هذه التجربة، بنعمل الإيد وكأنها مروحة فان، منهوي بالإيد حتى نشم الأبخرة الخارجة، والشم بيكون بشكل بسيط حتى نقي نفسنا من مخاطر شم مواد كيميائية. Never use your mouth to pipe dangerous liquids. لا تستخدموا الفم أبدا في مص أشياء خطرة، سوائل خطرة، بل نستخدم بدلا عن ذلك مطاطة بتقوم بسحب السوائل. طبعا عندنا حتشوفوا في داخل المختبر
أشكال وأحجام مختلفة من البايبتس، هنتعلم إن شاء الله خلال المعمل كيف نستخدمها. بالنسبة للمواد الكيميائية أيضا، المواد إذا كانت أنا بعرف إنها مادة حارقة بنحملها بشكل جيد، وبنحملها في الأدوات المخصصة أو السلال المخصصة بحمل المواد الحارقة. لا نضع المادة الكيميائية دايركت على الميزان، لا، بنحط ورقة دائما على الميزان وبنوزن المادة الكيميائية اللي بنحتاج إن نستعملها في التجربة. وأي مادة كيميائية طلعت من العبوة الأصلية ما بترجع على العبوة الأصلية مرة أخرى، طلعت من العبوة الأصلية بنحطها في بوتل صغيرة ومنسكرها وبنكتب عليها اسم المادة الكيميائية، لكن ما بنرجعها على العبوة الأصلية للمادة الكيميائية. ما تحاولوا أبداً إنكم تخلطوا مواد كيميائية مع بعض إلا إذا طلب منكم ذلك خلال المعمل. بالنسبة لإضافة تخفيف بالنسبة لتخفيف الأحماض، Never add water to concentrated acid solutions، لا نضيف الماء إلى الحمض المركز. The heat generated may cause التفاعل هذا بيعمل هيت أو بيعمل حرارة، فبيسبب عنا تناثر للحمض. بدلا من ذلك منضيف الحمض إلى الماء سلولي، يعني بيكون عنا ماء ومنضيف الحمض ببطء إلى الماء ومنحرك، هيك بصير التخفيف الصحيح للحمض المركز. لا تجرب أبدا أنك تخلط المواد الكيميائية مع بعض، لأنه بعضها بيعمل إكسبلوجن اللي هو انفجار. المواد الخطيرة والمواد التوكسيك، في مواد غلط أن نشمها، بالتالي كل التعامل معها أو الهاندلينج بتم في شغلة زي بيكون فيها مسكرة وفيها شفاط هواء بنسميها الفيم هود. الإيد ضروري تكون بعيدة عن الوش إذا اشتغلنا مع المواد الكيميائية. نغسل إيدينا بالصابون جيدا بالماء والصابون بعد كل مختبر. بالنسبة لقواعد الأمان في وجود الهيتينج سيفتي رولز، إذا إحنا بدنا نسخن شغلات معينة، تيرن أوف heat sources، أي مصدر من مصادر الهيت ضروري أن نطفيه when they are not in use. إذا ما بدنا نستخدم أي لهب بنزين مثلا أو أي شغلة فيها حرارة زي مثلا hot water bath، شغلات السخنة إذا كنا ما بدنا إياها منطفيها ما منشغلها. إذا كنا منحتاج إنه نستعملها حسب قواعد السلامة. للتسخين بنستخدم الأدوات الزجاجية المقاومة للحرارة، بيكون مكتوب عليها عادة بايركس، بتكون جلاسوير أو أشياء زجاجية بيكون مكتوب عليها بايركس، معناها إنها بتتحمل الحرارة العالية. لما نسخن المواد في أنبوبة بده يكون طرف الأنبوبة بعيد عن الوش وبعيد عن وش زميلي أو زميلتي اللي جنبي. نظر للأنبوبة، لا ننظر إلى الأنبوبة مباشرة بل ننظر لمحتوى الأنبوبة من الجنب. إذا نيفر لوك دايركتلي انتو اتست تيوب، أنبوبة الاختبار لا ننظر إلها بشكل مباشر. view the contents from the side، بنشوفها من جانبها ايش في داخل الأنبوبة. حتى نتقي الحروق to avoid burns، don't handle heated glassware، ما نمسك الأشياء السخنة، منسيب يا إما إذا اضطرينا إن نمسكها بنستخدم الملقط الخاص بأنابيب المعمل.
زي ما حتشوفوه في المعمل، وكذلك منسيب الإشي زي ما حكينا إذا مش مضطرين إن نمسكه هو سخن منسيبه لحتى يبرد، وبعد هيك بنستعمله أو بننظفه. بنستخدم الرينج ستاند أو بنستخدم المنصب اللي بنحط تحته النار وبنثبت بنحط عليه الأشياء اللي بدنا نسخنها، ويفضل على المنصب إن نحط شغلة اسمها الواير جوز أو زي قطعة الشاش، ولكن بتكون معدنية تنحط على المنصب وبنحط عليها الشغلة اللي بدنا نسخنها. لتسخين السوليدز بنستعمل الحمام المائي، لتسخين الأشياء الصلبة نستخدم الحمام المائي للتسخين. إذا كنت بتعامل في المختبر مع أشياء حية زي مثلا إني أستعمل بكتيريا أو أشياء حية، هذه المايكرو أورجانيزمز بحاول إني أتعامل معها بقواعد الأمان. كل مصادر التلوث ببعدها عن الفم وعن اليدين وعن الأقلام وعن الأدوات اللي موجودة في المعمل. البايبت مثلا لما بدي استعملها بحاول اني امسحها واعقمها بالسائل المعقم اللي موجود على الطاولة. طبعا السائل اللي بنستخدمه في التعقيم حيكون 70% ايثانول. اللي في مكان مخصص لنرمي المواد الملوثة اذا كانت تحتوي على بكتيريا. في عنا كيف نتعامل كمان مع الأشياء الكهربائية. بالنسبة للأشياء الكهربائية بنحاول إن نبعد عن مقابس الكهرباء، ما بنخلي شبكة أسلاك أمامنا، بالتالي بننظم كل الأسلاك اللي موجودة في المعمل، يعني ما يكون في طريق أي طالب سلك لحتى يعثر فيه. بنحاول نبعد الأسلاك الكهربائية اللي موجودة في داخل المعمل، ما بنكتر من وجود أبريز كهرباء فيش في نفس الإبريز، يكون عندنا موزع وندخل أكثر من فيشة في إبريز واحد. كل شيء استخدمناه في المعمل بيرجع لمكانه قبل مغادرتنا للمعمل. في نقطة أخرى كمان إنه نسكر الغاز عن المعمل بعد ما نستخدمه. إذا ما فيش داعي للدائرة الكهربائية بنطفي الكهرباء. أي شغلة بالنسبة لكم هالحين نحكيها بسيطة، ولكن ممكن إنه تؤدي لاب أكسيدنت إذا ما اتبعنا قواعد السلامة. إذا حصل أي شيء في داخل المعمل بتخبر على طول المدرس أو الفني المختبر اللي موجود في المختبر. راح نكمل شرح المعمل في الفيديو القادم.